بطبيعة الحال وبطبيعة الوضع الذي نحن فيه، نعم نبو جيش نبو شرطة، ولكن ما هي الجيش، ما هي الشرطة، ما هي، هو هذا ما يسأل عنه. لا أعتقد أن من يقولون أننا نريد جيش وشرطة يريدون هذا الجيش الذي نراه بقيادة محمود الورفلي الذي يطفي في الأسرى، ورأينا كيف يفعل هذا الأمر دون تحقيق، دون أي شيء، مجرد اتهامات وانتهى هذا الأمر. أيضا أمر آخر وهو مهم جدا، مسألة الاغتيالات التي كانت في المنطقة الشرقية أغلبها كان من العقداء المعارك، وهذا أمر يجب أن ننتبه له. عندما أجد قوات مشتركة أن الغالبية كانوا طيارين وأن ما نراه الآن يستخدموا حتى هم الطيران، نسأل سؤال من تم اغتيالهم، هل كان بالإمكان أن يطيروا ويضربوا الشعب الليبي؟ لا أعتقد أن هذا الأمر كان سيكون، وأعتقد أنني أتمنى ممكن أن أتوجه إلى حفتر بالاتهام المباشر أنه كان وراء اغتيالهم. أيضا ما رأيناه من اغتيال اليوم يذكرنا بالطريقة التي كانت تحدث في بنغازي، فهل ما يقولون عنهم الآن إرهابيين وهم الآن محاصرين في الصابر وسوق الحوت، هل امتد نفوذهم إلى سلوك لهم هذه القوة؟ إذا كانت لهم هذه القوة ماذا يفعل كل هذه الثلاث سنوات حتى هناك؟ طيب أعتقد أن الوضع أكبر من ذلك. نعم.